السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي وكل متتبعي قناة المبرمج للمعلوميات. أتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. إخواني أخواتي، درسنا لهذه الحلقة هو درس من دروس التي عودناكم على القناة الخاصة بقناة المبرمج للمعلوميات، وهي درس وكيفية حصول على ملف الـ EPC في صالح إلى 48 ساعة. ملف رائع جدا. سنشرح أحد المواقع التي يوفر لنا هذه الخدمة. قبل أن نتطرق إلى الشرح، إخواني أخواتي، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي بالضغط على زر الاشتراك، ثم الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد القناة، وزيارة صفحتنا على الفيسبوك وعمل لايك من أجل التوصل بكل جديد القناة والموقع الخاص بنا. إخواني أخواتي، قبل أن نتطرق إلى شرح هذا الموقع، أول شيء سنقوم بشرح هو كيف الحصول على إيميل في هذا الموقع يانديكس، وهو الموقع الذي هو الإيميل الذي سوف نستعمله من أجل الحصول على ملف في هذا الموقع. أول شيء نقوم بكتابة أي اسم، مثلا كتابة نسخ، ثم كتابة كلمة السر، ثم إعادة كتابة كلمة السر. إخواني أخواتي، عفوا الذي ثم نزيل هذا الرقم بالضغط على ليس لدي هاتف، وكما نختار هنا أحد أسئلة الأمان، مثلا نقول كمثال، ليس ضروري أن أجيب صحيح، ثم إدخال الكود الكابتشا هنا. إخواني أخواتي، ليس مهم الاسم، ثم بعد اتمام جميع الاقوام سأعيد كتابة كلمة سر، ثم نضغط هنا على تسجيل. كما ترون لقد تم إنشاء حساب، نضغط هنا من أجل تخطي هذه، ثم تخطي. كما ترون هذا هو حسابنا الجديد، يمكن فتح عدة حسابات في هذا الموقع الخاص بالإيميلات. بعد ذلك نقوم بالضغط هنا، ثم نسخ الإيميل، ثم نذهب إلى الموقع المراد شرحه. هذا هو الموقع تأتيكم واجبات بشكل. إخواني أخواتي، ما عليكم هو لصق الإيميل الذي قمنا بتسجيل فيه في هذا الموقع، ثم اختيار هنا أو الجهاز أو أي برنامج يشتغل على الملف. مثلا سنختار M3U VLCPC Mac، ثم نضغط على كود الكابتشا، نختار
هذا ثم اضغط هنا ثم اضغط على هنا كما ترون. ثانك يو، يعني قام الموقع بإرسال رسالة تتضمن الإيميل الخاص بنا وكلمة السر أجل الدخول إلى هذا الموقع. ننتظر بعد الشيء إخواني أخواتي، كما ترى يرسل إلى الجيميل الخاص بنا. نضغط هنا كما ترون، كما ترون هذا هو الإيميل الذي يقوم بالتسجيل فيه والحساب. كما قلنا إخواني أخواتي، هذا هو الإيميل الذي تسجلنا به وكلمة السر الخاصة بنا من أجل فتح أو الدخول إلى الموقع. أقوم بنسخ هذا الرابط ثم نضغط على هذا الرابط هنا. أقوم بوضع الإيميل الخاص بنا ثم نقوم بالرجوع إلى الإيميل و أخذ كلمة السر ثم نقوم بالدخول إلى الموقع. كما ترون إخواني أخواتي، هذه هي واجهة التي يعطى لنا موقع. الواجهة ستجدون فيها كل الروابط الخاصة بهذا الملف، كما ترون كلمة السر و الإيميل وكلمة السر. يمكنكم التشغيل على البرامج أو التطبيقات الخاصة بستريم. الآن ما يهمنا نحن هو هذا الرابط، رابط الإنتريو. يمكنك تحميل على صيغة CFG أو على صيغة الويب TV. يعني ما يهمنا نحن هو هذا الرابط. نقوم بنسخ هذا الرابط إخواني أخواتي، نقوم بفتح نافذة جديدة وعمل لايك ثم أنري في ضربة. كما ترون إخواني أخواتي، للتذكير إخواني أخواتي، فهذا الملف يأتيكم باسمك بنفس الاسم الإيميل الذي قمت بتسجيل به. كما ترون نقوم الآن بسحب هذا الملف إلى ترون من أجل التجربة. سنقوم الآن بعمل تجربة إلى هذا الملف. انتظار هذا الشيء إخواني أخواتي. الملف يحتوي على مجموعة من القنوات العالمية والعربية، ويعني ملفات أو قنوات رائعة إخواني أخواتي، يعني قنوات رياضية، أفلام، مسلسلات، يعني كل القنوات ستجدونها في هذا الملف إخواني أخواتي. ما يهمنا نحن دائما كعرب أو كمحبين الرياضة هو قنوات البي إن سبور العالمية. إخواني أخواتي، سنقوم بالبحث هنا مثلا عن قنوات البي إن سبور. كما ترون إخواني أخواتي، هذه هي القنوات البي إن سبور. قم بتجربة أحد القنوات، ثبات رائع من هذا الملف إخواني أخواتي. كما ترون يعني هو روميرو مارلو، ما رابط أو ملف رائع إخواني أخواتي، يعني لن تجده في أي مكان هذا الملف إخواني أخواتي. يعني ملف رائع شامل جميع تقريبا مجموعة من القنوات العربية والأجنبية ستجدونها في هذا الملف بدون منازع، يعني بدون تقطع إخواني أخواتي. قنوات الأوسين، قنوات عربية، قنوات أجنبية، قنوات يعني
رائع رائع هذا الملف، والله العظيم رائع هذا الملف. أنصحكم بالاشتراك في هذا الموقع والحصول على هذا الملف. أخوانا أخواتي، يمكنكم كل يوم كل مرور يومين 48 ساعة يمكنكم تجديد هذا الملف بإنشاء إيميل ثاني في هذا الموقع، و تسجيل مرة أخرى في هذا الموقع الخاص بهذه، واستفيدوا مدة طويلة من هذا الموقع إخواني أخواتي، استغلوا الفرصة. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرحنا لهذه الحلقة، أتمنى نكون قد وفقت في شرح هذا الموقع، وأتمنى مرة أخرى أن تزوروا قناتنا على يوتيوب وتضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد القناة، أو صفحتنا على فيسبوك بعمل لايك وتوصل بكل جديدنا. وإلى اللقاء في درس جديد من دروس المبرمج للمعلومات إخواني.